قيام التيار الصدري عن المشهد السياسي أعطى فرصة كبيرة للأحزاب الأخرى المنافسة للتيار الصدري أن تكون هي في الواجهة وفي المقدمة، وهي من سيطرت على مفاصل الدولة. يعني حقيقة الأحزاب الصغيرة والأحزاب السنية أو الكردية، الأحزاب الكردية لن تتأثر نهائيا في غياب التيار الصدري عن المشروع السياسي، لكونها أحزاب أصبحت لها القاعدة ولها الثوابت في، وخصوصا في الانتخابات، سواء انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية. نعم أما الأحزاب السنية يعني مثل تقدم والأحزاب الأخرى التي ائتلفت مع التيار الصدري خلال فترة الانتخابات السابقة لمجلس النواب، وغياب أو انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية جعل هنالك آثار كبيرة يعني على الأحزاب السنية، مما جعلها اليوم هذه الأحزاب تبدو صغيرة أمام الأحزاب البقية. نعم أحزاب الثوار تشرين والأحزاب الأخرى هي أحزاب ناشئة، يعني هذه الأحزاب الناشئة تحتاج إلى قواعد جماهيرية، وتحتاج إلى مال سياسي، وتحتاج إلى قوة سياسية أيضا. في حال عدم وجود هذه المكونات لدى هذه الأحزاب، ستكون هذه الأحزاب على أبواب الاندثار. يعني